مع أعلان النرويج وإسبانيا وإيرلندا الاعتراف بدولة فلسطين، تناولت الصحف الأجنبية أهمية هذه الخطوة لمنح الفلسطينيين الحق في تقرير المصير، كما ناقشت تداعياتها بالنسبة لإسرائيل التي تصبح يوما بعد يوم معزولة دوليا. صحيفة The Guardian البريطانية مشاهدين استعرضت أهمية اعتراف إسبانيا والنرويج وإيرلندا بالدولة الفلسطينية، معتبرة أن أهمية هذه الخطوة تكمن في أنها تشير إلى تآكل دور الولايات المتحدة في عملية السلام وفتح الطريق أمام إقامة دولة فلسطينية، خاصة أن الفلسطينيين يشعرون أن الولايات المتحدة لم تكن وسيطا نزيها، وينظر إلى السويد والنرويج وإيرلندا وإسبانيا منذ فترة طويلة على أنها دول متعاطفة مع الفلسطينيين. ورأت الصحيفة مشاهدين أنه من السابق لأوانه التوقع بأن تؤدي الاعترافات الأخيرة إلى تغيير الظروف البائسة تحديدا في الضفة الغربية، إلا أن الاعتراف يعني ضمنيا حق الفلسطينيين في تقرير المصير، وهو ما قد يساعد أيضا في إعادة تنشيط المجتمع المدني الفلسطيني. وعن تداعيات هذه الاعترافات على إسرائيل، أشارت الصحيفة البريطانية إلى أن الإسرائيليين يدركون أن بلادهم يتم التعامل معها بشكل متزايد على أنها منبوذة، وأنها أصبحت أكثر من أي وقت مضى معزولة دبلوماسيا. صحيفة نيويورك تايمز أشارت بدورها مشاهدين إلى أن اعتراف بعض الدول الأوروبية بدولة فلسطين توبيخ لإسرائيل بسبب حربها على قطاع غزة، واعتبرت أنه بالنسبة للعديد من الدول لم تعد حجج إسرائيل ضد الاعتراف بالدولة الفلسطينية مقنعة، فالحكومة اليمينية في إسرائيل تعارض إقامة دولة فلسطينية ولم يتم إجراء مفاوضات جادة بشأن حل الدولتين. وترى هذه الدول أن الاعتراف بدولة فلسطين من شأنه أن يحافظ على إمكانية التوصل إلى حل الدولتين. وفي الصحيفة ناقشت أما بوبولا أهمية اعتراف النرويج بدولة فلسطين، معتبرة أنه يحمل أهمية إضافية عن باقي الدول باعتبارها الدولة التي استضافت الاجتماعات السرية التي قادت إلى اتفاقات أوسلو عام 1993. وأشارت إلى أن النرويج كانت تصف نفسها صديقة لإسرائيل، ولدى البلدين علاقة طويلة، لكن منذ الحرب على غزة أدانت بشدة سلوك إسرائيل. موقع بلومبرغ الأمريكي توقف مشاهدين عند استدعاء إسرائيل سفيريها في إيرلندا والنرويج بعد أن أعلنتا أنهما ستعترفان بالدولة الفلسطينية. واعتبر الموقع أن الخطوة المنسقة للاعتراف بدولة فلسطين تبين كيف أن حرب إسرائيل على غزة جذبت الانتباه العالمي لقيام الدولة الفلسطينية وأضرت بعلاقات تل أبيب مع الدول الأخرى. وأضاف أنه على الرغم من أن استطلاعات الرأي تشير إلى أن غالبية الإسرائيليين يعارضون حل الدولتين، إلا أن الخطوة التي اتخذتها الدول الأوروبية الثلاث تعتبر مهمة وتظهر مدى تزايد الضغوط على إسرائيل. صحيفة لوموند الفرنسية مشاهدين رأت من جهتها أن قرار بعض الدول الأوروبية الاعتراف بدولة فلسطين يشكل انتكاسة جديدة لإسرائيل بعد 12 يوما من تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار يطالب بالعضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة. وتنقل عن متخصص بشؤون الشرق الأوسط في مجلس الشؤون الخارجية الأوروبي أن اعتراف بعض الدول بفلسطين كدولة من أجل الوصول إلى حل سياسي للصراع يتطلب الكثير من العمل. وبالنسبة لفرنسا، اعتبرت الصحيفة أن باريس تدرك جيدا الأهمية التي توليها العواصم العربية للاعتراف بدولة فلسطين، لكنها ترى أن الوقت لم يحن بعد للانضمام إلى إسبانيا وإيرلندا والنرويج وسلوفينيا، وتفضل في هذه المرحلة التركيز على مشروع الاعتراف بالعضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة على أمل أن يتم اعتماده في الأسابيع أو الأشهر المقبلة.
في المقابل مشاهدينا، كتب السياسي الفرنسي اليساري رافائيل غلاكسمو في صحيفة ليبراسيون مقالا أعلن فيه تأييد خطوة الاعتراف بدولة فلسطين باعتبار أن احتمال قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة يجب أن يكون أساس المفاوضات وليس نهايتها. وأضاف الكاتب أنه لم يعد من الممكن أن يكون الاعتراف بالدولة الفلسطينية اليوم مجرد كلام، بل يجب تنفيذه لأنه حق أساسي للفلسطينيين. ورأى أن على الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء كذلك الولايات المتحدة أن تنظر إلى الدولة الفلسطينية على أنها حقيقة يجب تأكيدها وليست مجرد فرضية يجب بناؤها، لافتا إلى أن قتل المدنيين في غزة تذكير بضرورة تطبيق القانون الدولي دون انتقائية، وأن على قادة الغرب أن يفعلوا كل ما في وسعهم لدعم قرار محكمة العدل الدولية ودعم المحكمة الجنائية الدولية.